الوصف الكافي من ديوان أشرقت روحي للشاعر المعز رامرام. الوصف الكافي، أمسك قلمي، أضع أوراقي منتظرا مترقبا أحيا الإلهام لأسطر الكلمات شعرا أو نثرا أنظمها أفصلها فهي قصص أحكيها أو مواقف قد عبرت أسردها وأرويها. أمسك القلم وأنظم الألحان، أقفي القوافي، أصف بالوصف الكافي حبيبتي دون ما إسفافي، وأنتظر أن تتحقق الأماني وأستطيع بلوغ المعاني وامتلاك الدقائق والثواني لإيقاف الزمن عند تلك اللحظة التي رأيتك فيها فتأملتك وعشقتك فسهام لحظك فتنتني قتلتني وأفنتني وعن كل الوجود غيبتني وعندما استفقت من حلمي أمسكت قلمي ونظمت لحني وشددت أوتار قثارتي وبألحان حبي أغني لك أطربك وأشجيك وأهديك قلبي والروح. فامسحي تلك الجروح واسمعي قلبي يبوح بسر هواك اللحوح الذي أصاب القلب والروح. فأنت روعة الأغاني وغاية الأماني ومنتهى المعاني، أحبك صادقا، أحبك صادقا لا زيف في الكلمات، صافي النفس والخلجات متعففا عن السقطات، لا أعشق البعاد ولا أقاوم العناد أو أجرح الفؤاد، وأهوى الوداد وحب العباد وآمل فقط أن يتحقق المراد، أن يتحقق المراد. الوصف الكافي بقلم الشاعر المعز رمرم. إلقاء الكاتب وجيه الأطرش.